المشاكل اللي كيعاني منها قطاع ديال التعليم هو كاين بعض الاساتذه ما غنعممش يعني باش ما تفهمش الكلام ديالي بمقلوب. كاين بعض الاساتذه اللي هما يعني اكفاء اساتذه اللي عندهم ضمير مهني ما كنتكلمش على هادو، فكنتكلم على واحد الفئه اخرى اللي وسخات هاد المجال هذا، بحيث انا وليت كنشوف حسب يعني التجربه ديالي وحسب ما كنسمع من خلال التلاميذ اللي تيجيو عندنا المركز ديالنا. كاين بعض الاساتذه اللي ولاو اساتذه تجار بهذا المفهوم هذا، بحيث انهم يعني ولاو كيبتزوا التلاميذ ديالهم ولاو كيحتالوا عليهم بغرض انهم يجيو يديروا عندهم السويع باي طريقه. مثلا كنلقاو بعض الاساتذه من هذو اللي تنتكلم عليهم اللي ولا كيهدوا بالمراقبه المستمره، عنده داك المراقبه بحال السلاح، يعني يجي دير لي كور سينو راه غتلقى واحد النقطه اللي ما غتعجبكش في الاخر ديال العام. كنلقاو كذلك واحد الفئه اللي كتلقاهم مثلا اللي كتعطيهم مثلا تمرين كيعطيهم التمرين في الصباح يعني في القسم، وكيقول لهم الا بغيتو يعني تحضروا للتصحيح ممكن لي ندير التصحيح، ما عنديش الوقت اولا هذا اولا اجي تحضروا لي كور باش تحضروا للتصحيح. يعني هنايا كاين مشكل، يعني بحال كيحتال عليهم بهذا المفهوم هذا، يعني كيعطيهم الصباح الامتحان وتقول لهم اجيو في الليل تحضروا للتصحيح ديالو. دونك هذا اشكال يعني كبير. كيف يعقل ان استاذ مثلا تيقري التلاميذ ديالو في الصباح في الليسي وكيعاود هما نيت يعاود يقريهم في الليل؟ يعني هادشي ما كيتقبلوش العقل. بالاضافه لاننا بعد شي اساتذه الله يهديهم اللي كيف ما تعرفوا حنا التلميذ ديال الليسي ديال الاولى باك او الثانيه باك ديال التلميذ ديال 15-16 عام باقي صغير، الواد اللي كيجي كيديه كاين اللي كياكل ليه دماغه من فوق كيقول ليه راه انا اللي حطيت الامتحان العام اللي فات او حطيت هذه واحد 3 سنين قبل. فالتلميذ مسكين ملي كيسمع هاد الهضره كي اوتوماتيكمون كيستسلم للواقع وكيمشي غادي يمشي عنده. ولا حنا كنعرفوا باللي القانون المنظم للوظيفه العموميه او القانون المنظم بالنسبه للموظف العمومي كيمنع عليه انه يمارس واحد النشاط يعني بالموازاه مع النشاط ديالو، ومع ذلك فكنلقاو هاد الناس سايبين. تخيل معايا ان استاذ ديال التعليم العمومي كيدير السويع ولا هو كيدير اللايف بحال شي ستار بحال شي فنان، كيدير هو المباشر ويلا زيدوا التلاميذ ديال كذا مرحبا بكم كذا كاينه حصه هذه يجيو هنايا. او هذا استاذ هذا موظف عمومي، فين هي فين هو الدور ديال وزاره التربيه الوطنيه؟ يعني ما فهمتش انا في العود اللي خليو فرصه للناس ديال الاساتذه يعني ديال القطاع الخاص خريجي المعاهد والكليات يخلوا لهم فرصه، يخلوا كذلك فرصه لاصحاب المراكز ديال الدعم اللي عندهم ضرائب وكيخلقوا واحد الفرص ديال الشغل لبزاف ديال الاسر بزاف ديال العائلات. كيجيو همايا ها هما عندهم فرصه ديالهم شهريه ويجيو كذلك يبتزوا يبيعوا ويشروا في التلاميذ. هذا الشيء مشتوش انا من الفراغ، هذا الشيء كنشوفه كنتوصل به يوميا مع الامهات مع اولياء الامور مع التلاميذ، ولكن ما تيقدر التلاميذ مساكن ما تيقدروش يغياجيو وما تيقدروش. شحال من مره كيكون عندي شي ريبورتاج مع شحال من موقع ولكن ما كياخذ الميكرو ما تيقدرش يهضر لان تيخاف غادي يدوي غادي يمشي للقسم غادي يتفاهم معاه اولا غيحاسب داك الاستاذ ديالو. فهنا كنشوفوا يعني ولا البيع والشراء. عرفتي واحد المؤسسه واحد الثانويه اللي كاينه في اناسي، والله العظيم حيت عندي كذلك مركز كنشتغل فيه في اناسي، الى كاع الاساتذه خاصه اللي تقرر المواد العلميه واللي تقرروا اللغات كاملين كل واحد دار المركز ديالو البيع والشراء نايض. اجي بط عندي انايا دوز حتى اجي للمركز الاخر دوز انت تقرا عندي هنايا لا هذا المركز احسن من هذا يلا. واش هاد البلاد سايبه لهاد الدرجه هادي؟ ما يعني مشكل واقع والله العظيم. فحنا بطبيعه الحال كيبقاو فينا هاد الوليدات، زعما حنا ماشي كنهضروا وحق الله على يعني انا كيبقاو فيا الناس، لان كنشوف راه الله يحسن العون راه كاين مسكين بعض الاباء اللي كيجيو عندي لهاد المكتب هنايا راه كاين اللي مسكين ما شاريش الدواء باش يخلص العودو لي كوغ، وتولي تا شانقو صحه يخلص لك الدعم
باش باش ما تسقطش لي ولدو او باش ما تعيش نقطه سيئه. ودائما انا كنقول لك نعاودها باش ما تفهمش الكلام ديالي يعني بالمقلوب، راه ماشي كاع الاساتذه، انا كنقول البعض هما اللي كنتكلم عليهم، راه كاين اساتذه اللي عندهم ضمير واساتذه اللي هادو ما كنتكلمش عليهم، باش حيت عندي اصدقاء وعندي صحابي في هذا المجال وعندي اساتذه اللي خدامين معايا. ف انا كنتكلم على هاد الفئه الثانيه اللي هي كنعتبر انا اساتذه تجار اللي كيعتبروا التلاميذ مجرد بضاعه ليس الا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.